يتوجه صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد ال خليفه ولي العهد والقائد الاعلى نائب الاول لرئيس مجلس الوزراء بحفظ الله ورعايته يوم غد الاحد الى دوله قطر الشقيقه في زياره رسميه يلتقي سموه خلالها صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني امير دوله قطر الشقيقه ويجري سموه مباحثات تتناول تعزيز العلاقات الاخويه ودعم التعاون بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات